ويا صباح الخير، يوم جديد. وشوفوا معانا إلين ايش قاعده تسوي. إلين ايش قاعده تسوي؟ قاعده حد تبي بس يطيح الجبن. الله عليك يا لولي فنانه، سوي لي سندويش معاك. اوكي شكرا لها، كلي بالعافيه بالعافيه. وهذا فطور اميره، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف حرام عليك والله، هذا فطور عبد الرحمن، هذا فطوري. تعالوا نسوي له حركه دي يا جماعه. ايش فيه؟ لقيت فلوس والله. قولي والله. والله العظيم. ليش هذا اللبس؟ متى اخر مره لبستيه؟ في كوريا. هذا ايش من؟ هذا كوريا. هذا ايش من عمله؟ تايلاند ولا ايش؟ هذه. وات؟ ما شاء الله عليك. احلى شيء، احلى شيء لما تفتح جيوبك القديمه وتحصل فلوس. قاعد اطل اطل تحت ولقيت جيب وما اعرف حتى انه عندي بقمالي تسوى كم الاف مؤلفه. المشكلة ان هذه كلها لو حسبتها ما تجي حتى 10 ريال. انا لسه كنت حروح اشتري لي كارتير ولا شيء. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. يلا 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 بسرعة، لا تختلقي لي العذار. ما في شمس، لا تكذبي، يلا بسرعة نطي. يلا يا سمكة ترى تعض. ها يلا يلا يلا، زي زي كده. ما في شيء، لا تكذبي، ما في شيء. ما حطل ما حطل ما حطل ما في شيء. يلا الناس قاعدين تصوروا، يلا بسرعه نروح نشوف ايش هذا. والله ايش هذه؟ حريه البحر يا اميره. والله ما ادري، الناس مجمعين على شيء قاعدين يصوروه كلهم، وفي زي يلا يلا نروح نشوف. يلا ما ادري ايش صار. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. This is a turtle. والله كبيره. او ماي جاد يا جماعه، شالوها. والله والله مره كبيره، شايفتها هيوج. تتوقع كم عمرها؟ والله شكلها فوق ال 100. قرروا يجوا على وين؟ لولي والله مصرة تجي المسبح. والله حلو. مرة رهيب، أحسن من البحر. والله؟ بيبي كيف؟ ودافي. دافي كمان. واو. الله على طول. إلي تنطلق في المسبح، ما لاحظت؟ في المسبح تسبح، في البحر لا. وبعد السباحة لبسنا وكشخنا وتروشنا طبعا، اكيد ما حننزل احنا كذا. اكيد طبعا. المهم يا جماعة، وين حنروح عبد الرحمن؟ حنروح نجلس كذا جلسة محترمة ونجيب لنا اكل ونكشف كذا ونقعد ونشرب لنا قهوة في الاجواء الحلوة هذه. وجينا هنا للسوبر ماركت عشان ناخذ عدة الكشتة. ويا جماعة هناخذ هذه. ما شاء الله، هذه ايش معاها؟ ملاعق ملاعق شيبس، بسكوت، شوكولاته، لسكات جروح. الله، حتى الله ما شاء الله عليك، ام الحنونه والله. هذه الام الحنونه. يلا حطي حطي بالعربيه. يلا حطي بالعربيه. طبعا احلى شيء ليش تشتري لما تكون فيها حلويات. طيب يا جماعه، جينا ناخذ بطيخ. أوف، بس رنانه. والله ما شاء الله الرنانه دي. لا لا، هذه هذه والله الرنانه. لا لا اسمع، ايش رايك ناخذ المفتوح هناك؟ القطعة صرنا أيوة ناكلها وما عندنا ثلاجة، ثلاجة سكوت تقول صغيرة. خلاص ناخذ هذه مفتوحة تكفينا واحدة وخلاص. اوكي يلا يلا. خلاص خلصتوا؟ يلا والله مرة تأخرنا ترى. يلا 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 خلاص، يلا حنروح نحاسب دحين وننطلق. شايفين الفاتورة؟ شايفين؟ أكبر من إلين، هذا اللي على أساس حندخل حنشتري حاجتين. ها؟ صح؟ هي حاجتين تكاثرت وصارت أشياء.
اكبر منك؟ لا لا اكبر منك انت. اكبر منك انت. طيب يا جماعه قررنا اننا نوقف في هذا المكان ونقعد هنا نفرش. يلا اميره يلا انزل يلا. ايش بكم؟ كيف المكان؟ المكان الخنفشاري. اهم شيء الحين ايش نبخ؟ بخاخ البعوض. اي أيوة والله صح صح لازم. اقسم بالله يا جماعه هنا بعوض غريب ما تحس فيه ولا تشوفه. ما ترجع البيت تحصل نفسك مقروص 20 قرصه. كيف ما تدري. الله عليك يا الله الله. كيف اليوم غدانا حيكون غير والله من جد. شوف الخضار وراها. جبت لك دجاج يا اميره على كيفك. دجاج المغربي يا سلام. الله عليك والله انك لطفتني. ومن الرز؟ الرز القبولي ان شاء الله. قبولي والله قبولي. الله عليك والله انك كفو. هذا الاكل في الطبيعه هذه الجميله. الله شوفوا يا جماعه انا قلنا انا مكان ثاني. قررنا اننا نطلع فوق اكثر. ايه عند الضباب والبراد. يا سلام. يلا عبد الرحمن ولعنا. هذه انا اول مره استعملها. يلا اعتقد فيها ترى اللي شغلها. والله والله ما يحتاج يعني الشعله هذه اللي اشتريتها. والله ما ادري. بسم الله يا شغلت. شغلت. الله looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. لا 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 هذا غدا ثاني. ايش رايك؟ والله هذا غدا. لا كذا كثير كذا حيزيد الوزن ترى. عادي عادي مسموح عادي. والله ما شاء الله عليك. انا ابغى ادوق هذه الكيكه التمر شكلها مره شهيه. سيبك من الاكل. أش. انت شوف الفيو اللي احنا فيه قاعد طول في الاكل. والله شايفين الضباب كيف؟ ما في شيء باين ترى المدينه هناك يا جماعه. والله ايش رايكم بقعدتنا الخنفشاريه؟ الله مع الجو العليل الجميل هذا. شوف الضباب يا سلام. والله الشاهي على كيف كيفك ترى. كيف حطينا الحلويات وحطينا كل ما لد وطاب. حتى الورود حطيناها. على فكرة يا جماعة هذه ورود متابعينا من السلطنة ما قصرتوا. والله يسعدكم. ايش رايكم يا جماعة نسوي لنا هنا خيمة وننام؟ ايش لك تنام لوحدك؟ ايش بك تخافي؟ والله في حشرات بعدين غريبة عجيبة تطلع. لا لا خيمة تتقفل ترى. والله لا تخافي لولي. لا لا عادي. كلي كلي. ايش بك؟ دوقي. والله ترى مرة طعم. ماريا خذي. لا والله يزعل منك. ليش؟ لازم تدوق. اعطيني الاوريو حق لولي. وين الاوريو؟ اصغر اوريو في العالم. كيوت. لا بس التمر اللي اخذناه. اي والله حالي. ايش اسمه هذا التمر تعرف؟ شو اسمه؟ روتانا. روتانا. اوه كنت بس صرفت لها من الكيس. ايه والله يجنن يجنن مره طعم على القهوه رطب. في ناس يسموه روتانا اعتقد اذا ماني غلطان. مشكله اني ما افهم في التمر كثير. ايش رايك ميمي بالجلسه هذه؟ والله فنان. متى اخر مره في حياتك جلست جلسه زي دي؟ ولا مره. والله يا جماعه انا ما توقعت انه احنا مسافرين بالطياره وما جبنا معانا عده الكشته والشواء وقدرنا نظبط هذه الجلسه. يعني تخيل انه احنا. والله انا كان نفسي تكون الجلسه عربيه احتفالات. ايه بس ما لقينا. بس قلنا والله الطاوله حلوه. والله مرتبه لانه احيانا يكون في حشرات وكذا. اما كده تكون مرفوع. مره الجلسه تجننك فيك الجو الجميل المكان اللي احنا فيه. ماما برستي منيا. برستي منيا مام كل يوم برستي. يا جماعة اشتغل العرق الروسي. والله فراشة غريبة عجيبة. فراشة هذه ما ادري حشرة غريبة قاعد تطير. والله خوفتني حشرة مجنحة.
جماعة بما أننا في عمان لازم أكيد ندوق البطاطس العماني في عمان، وهدول أحلى اثنين صراحة، بطاطس عمان وهذا اللي اسمه سلاطة. يجنن. أيوة. هذا كذا حامض سبايسي شوية، يا الله قديش حلوين. يا جماعة جبنا كيس كامل تخيلوا من سلاطة. كل شوية قاعدين في السيارة أي مشاوير طويلة على طول نأخذ لنا حبة. أنا أسوق اسمع أنا أسوق اسمع ورا. سنجابات عندي ورا أنا. والله بس يا شيخ والله. دقيقة لحظة إيش جمع السنجاب؟ سناجيب سنجابات. أنا قلت سنجابات. سناجيب أكيد. أتوقع سناجيب. إيش جمع العصافير؟ هي جمع اصلا اخطبوط جمعها. هذا توكل على اخطبوط اخطبوطات. امتى راح نقعد ليه مش الليل؟ ايش جمع مدرسه مدارس. يا اخي ضعيفه لغويا البنت. اقول روحي روسي ارجع لك تقييم. اي احلى هذا ولا هذا؟ سلاطه. عبد الرحمن انت لانه حامض طعمه. انا احب الاشياء الحامضه. هذا حتى في حامض. لا صراحه سلاطه والله سلاطه والله. حتى عمان لذيذ. الطير اللي ما بطريق. لا الطير اللي يمشي رجولة. نعامة صح. لا عكس. طيب او ماي جاد اللي في البحر الدببة بتحب تاكله مرة كثير. فقمة صح. اوه شفنا منه كثير في عوان. تحب تاكله شتيوس. لا غيره. لا الكبير. الزعود. ايوه الجمل. يلا بسرعة امسك. يلا دوري. او ماي جاد ايش طب قولولي. يلا شيء ينطبخ يحشوه الناس. ورق عنب. لا كوسه محشي. ايوه في شاي. ايش يحطوا؟ سكر. لا ليمون هيل. شيء يحليه. ورق عنب. نعناع صح. فاكهه انت تحبيها مره. البطيخ. لا المانجو. جوز الهند. لا فراوله. كمثره. اي صح. في شهر اكتوبر يحتفلوا بها في ديسمبر ويزينوها. يقطين. اليقطين صح. شفت هذيك اللي قطين؟ أيوة. متى سووها؟ يا في عيد الأضحى. استغفر الله. شيء حيوان يحبون الناس يسوي عروض. بطريق. اللي يسوي عروض. دلفين. صح. أو ماي جاد. شيء يأكل الأخضر واليابس ومو. لا 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 لا. جمل. لا أحيانا إنه يسوي زي الأوبئة كده ويجوا برا كثير ويأكلوا المزارع والحصول. يأكلوا الحصول. جراد. صح. أيوة. صغير الكلب. صغير الكلب. إيه صغير الكلب. جارو. روسيا مرة منتشر. في الغابات. بدب دب دب. إيه صح. طائر نوع من انواع الصقور او الطيور الجارحه. نسر بحرف الشين. شاهين. صح. اي صح. حيوان يحب كبير مره كذا ويحب يقعد في المويه. برمائي هو كذا مره دوب زي السياره. لا. زي السياره حجمه ضخم كبير. زي السياره. شوف السياره اللي وراكي زيها. واو شو اسمه هذاك؟ فمه كبير ويحط فمه دائما بطيخه ويكسرها فمه كذا. فرس النهر. فرس النهر بالضبط. انت قلت اليوم في البحر لما كنت تسمع. انا ايش نجمة البحر. صح. خلص رايد. بسم الله الرحيم. يا جماعة هذه الشجرة هذه اللي هنا شفناها كيف تتحرك كلها. بسم الله. ليه كذا طفي 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 النور. خلينا نوريهم. يا ويلي يا جماعة كأنه فجر. كأنه في نص الليل والله. كان فيلم رعب. كشف الشجرة هذه. أوه ماي جاد. بسم الله. وضوء أصفر يا كمان. يا جماعة إيه الوضع. لا اسمعوا لازم الوضع صار يخوف. سيب الطاولة باللي فيها. السلام عليكم. والله الوضع صار يخوف. يلا خذوا أغراضكم وتوكلوا على الله. أنا ما أدري أحس إنه. إيش رأيك نخلي الأغراض؟ يعني هي النية كانت إنه نقعد كذا قبل ما تضلع بشوية. بس من جد. قعدت ألعب كذا وبحسينا بالوقت يا جماعة. بس شايفين الضباب كيف ورا أميرة؟ ما في شيء باين. ترى نحن حننزل هناك. ما في شيء باين. حتى الصوت تحسه كذا واضح. من جد. بس هذا حلو إنه فينا اللمبات حق الحكومة. اللمبات هنا بس الحين الله يستر على الطريق. شوفي ترى أنا شايف في شيء يجي من هناك قاعد. إيش رأيكم تجيب الأغراض ونمشي؟ والله فكرة. أنا أعيد الفكرة هذه صراحة. عجبتني صراحة فكرة. عشان حتجوع بتقول يا ريت أخذت هذيك الشوكولاتة. يا ريت أخذت الكيك. ويا ريت أخذت البطيخ. يلا خلاص مشينا. يلا والله من جد. يلا جماعة قرر نمشي لأنه صار الوضع شوية يخوف. يعني هذا شوية. هذا كثير. لا تخافوا هذا طالما أنا معاكم. أنت أول واحد حتهرب. والله كذابين أقسم بالله. أنا قاعد أقول لهم يلا نقعد هم يقولوا لا خلاص حنروح. من جد أنا خايفة. وين لين لولي. بدر أغراض. لولي نايمة مع الأغراض مسكينة تعبت. لولي
يلا خلاص حبيبي، يلا وصلنا الفندق. يا الله والله نايمة وصلك يا تعبانة. يا حبيبي مسكينة والله. اليوم أكتر يوم تأخرنا فيه. أي والله. يعني تخيلوا صاحين من 9 الصباح والحين يمكن 1 الليل، واليوم كله حافل، سباحة في البحر، سباحة في المسبح، بعدين رحنا كشتنا، بعدين رحنا سوينا كشتة في مكانين مختلفين، تشخنا هوا مرة كثير. يلا يلا لولي، يلا خلاص، يلا يلا مشينا حبيبي. تعبانة فيك نوم؟ ها يلا خلاص يلا ننام يلا. المهم يا جماعة بكذا نكون وصلنا نهاية اليوم اللي استمتعنا فيه مرة كثير، انبسطنا فيه. كمان انت تكونوا استمتعتوا معانا بهذا اليوم الجميل، والله يا جماعة هذا من احلى الايام اللي قضيناها في عمان. فصراحة اللي ما جا صلالة لازم لازم تجي صلالة. وبس يا جماعة قبل ما تقفل البلوج لا تنسوا تتابعوني في سناب، لان هناك انزل لكم كل شيء جديد وحصري. وبس ان شاء الله اشوفكم على خير في فلوج ثاني.